احنا عملنا ثمان مراكز لغايه دلوقتي. تمام يا فندم، والمستهدف 20 ان شاء الله. ده 20 في المرحله ديت، 20 و50 و100 يا خالد. اي فندم. طب انتوا هتشوفوا معايير للدول المتقدمه ازاي بتتعامل مع الشان الصحي. انا بقول كلام مناسب؟ مظبوط. الشان الصحي بشكل احنا هنتعلم منه الكتير، لان الكلام ده بيتم اعتماده من الشركه الاسباني، وبتشرف عليه اشراف دقيق جدا وصارم جدا. احنا بعادتنا يعني مش بنهتم بالطريقه دي. انا بس حبيت اقول الكلمتين دول مش عشان اخد الكلمه منك، لا يا فندم، عشان اقول حاجه تانية. اوعى تشوفوا خالد بيقول ان احنا محتاجين 1.3 تريليون، هو بيتكلم على الناس اللي هي متوسط الدخل، مش بيتكلم على الناس او الدول اللي مرتفعه الدخل. يعني انت عشان تتكلم في 105 مليون عايز لك مثلا 3-4-5 تريليون جنيه. طب هم مش ممكن هيبقوا موجودين دلوقتي. انا بقول للناس اللي هي بتخش مستشفى ما تعجبهاش، يقول لك ايه ده، فين البلد دي؟ البلد هتجيب لما يكون معاها، وعشان يكون موجود معاها لازم تعمل ايه يا خالد؟ تشتغل. تشتغل ازاي؟ ليل نهار. تشتغلي ليل نهار. ليل نهار. شكرا يا خالد.